المعرض جدا كان حلو، جابوا ناس عندهم خبرات كبيرة صراحة، من كل واحد استفدت شيء، واختيار كان موافق للسبيكرز. استفدت ان الواحد مفروض دائما يطمح للأفضل وما يوقف أبدا، يعني يصير ملهم هو للناس أكثر من بس يجلس عادي يعني. أكيد يعني ما شاء الله الناس فيها ممتازين وكلهم من إيفل عالي في ناحية الثقافة والمستوى. اللي حبيته بالإيفنت من المتحدثين طبعا إنه أعطونا فينا الروح المنافسة أولا، ثانيا ما حسسونا إنه الإنسان لازم ييأس أصلا، انه بادر بنشاطك، حاول انك دائما تتطور حتى لو فشل بس لازم تكمل. اتمنى ان شاء الله ان سامسونج يعني يعملون ايفنتات اكثر في انحاء المملكه بشكل عام في الرياض.